قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأعناق أو المراكب أو البيوت أو غيرها لجلب نفع أو دفع ضر أو رفعه، سواء كانت من القرآن أو الخيوط أو الخرز أو الحصى أو غيرها. التمائم هي عبارة عن أوراق أو قماش أو جلد أو نحاس ونحوها، كتب عليها بعض الطلاسم والرموز كحروف مقطعة وأرقام ومربعات ومثلثات ودوائر ورسوم لحيوانات ونحوها، ويكون فيها استغاثة بالشياطين، وقد يكون فيها آيات من القرآن الكريم، وقد تكون التميمة من القرآن فقط. ثم تلف هذه التميمة بمعدن أو ورق مقوى أو جلد ونحوه وتخاط أو تلصق. أنواع التمائم وحكمها: ما كان من القرآن بأن يكتب آيات من القرآن أو من أسماء الله وصفاته ويعلقها للاستشفاء بها، فهذا النوع الراجح أنه لا يجوز. عن زينب رضي الله عنها قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني، فوجد مس خيط فقال: ما هذا؟ فقلت: رقي لي فيه من الحمرة. فجذبه وقطعه فرمى به وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت: فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. قال: ذاك الشيطان إذا أطعته تركك، وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك. ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين، تنضحين في عينك الماء وتقولين: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أخرجه ابن ماجه. ولم يأتي دليل يستثني تمائم القرآن الكريم، فالصواب أن المعلق إذا كان من القرآن أو الأدعية النبوية لا يجوز للأسباب التالية: أولاً لعموم النهي عن التمائم، ثانياً سداً للذرائع الموصلة للشرك، ثالثاً لأنه قد يفضي إلى امتهان القرآن والأدعية النبوية، وذلك بالدخول بها في الخلاء وبتعريضها للأوساخ، رابعاً لأنه ذريعة للدجالين كي يكتبوا آية أو سورة أو بسملة ثم يضعوا تحتها طلاسم شيطانية واستغاثة شركية، خامسا أنه قد يكون مدعاة لهجر القرآن والدعاء اكتفاء بما علق. أما حكم التمائم من غير القرآن كتعليق الخيوط أو الخرز أو الحصى أو الودع أو النعال أو المسامير أو أسماء الشياطين والاستغاثة بها أو الطلاسم، فهذا محرم قطعيا وهو من الشرك، لأنه تعلق بغير الله سبحانه وأسمائه وصفاته وآياته. عن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده، فقيل له: لو تعلقت شيئا؟ فقال: أتعلق شيئا؟
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، أخرجه أحمد، أي وكل الله إلى ذلك الشيء تعلقه، فمن تعلق بالله والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه، ومن تعلق بغيره من المخلوقين كالتمائم والأدوية والقبور وكله الله إلى ذلك الذي لا يغني عنه شيئا ولا يملك له ضرا ولا نفعا، فخسر وانقطعت صلته بربه. من نماذج التمائم الموجودة في عصرنا ما يعلق على الأطفال خشية العين، ما تعلقه بعض النساء أو تضعه في غرفتها أو تحت وسادتها لاتقاء العين أو للحفظ من الأذى أو لجلب محبة الزوج، والذي يسمى التولة ونحو ذلك. كذلك من نماذج التمائم في عصرنا ما يعلق على السيارات من رسوم أو خيوط أو خرز أو غير ذلك لدفع العين. كذلك من نماذج التمائم في عصرنا ما يعرف بالدنبوش عند لاعبي كرة القدم، حيث يضعون على سواعدهم لفة معينة أو يعلقونها على الشباك. أخيرا، فلتعلموا يا أعزائي الطلاب أن النفع والضر بيد الله تعالى فقط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.